السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه تعليم راندا مع ام نعمه. اليوم ان شاء الله غادي نتشارك معكم هذا الضريس. هذا تيجي على هذا الشكل، درس زوين وسهل في الخدمه ومخدوم بالعقيق النمره 4. بالنسبه للاخوات اللي بغاو الدرس يكون فيه العقيق كبير، انا غنوري لكم ان شاء الله هذا الضريس هذا، وغنوري لكم حتى كيفاش تخدموا باش تبقى هكو هاد العقيقه داخله وسط القوس، ما تخرجش من وسط القوس. غنخدموا بالحرير مبروم على ثلاثه الشعرات. بالنسبه للحرير كيبقى اختياري وعلى حساب الطالب. غنخدموا بالبره النمره 6 اولا النمره 7 على حساب العقيق، واش عنده العوينه كبيره ولا صغيره. نبداو بسم الله. كيف ما العاده اخواتي كنسبقوا الملاقية هي الاولى، كنشبوا القياس اللي عندنا ونبداو. بالنسبه لهاد الملاقية راه سبق لي ودرتها معاكم، كتجي هاكا مخدومه بالعقيق. نجيو لهنا لبلاصه الملاقية، نهزو عوينه، نثبتو فيها الحرير، تنهزو هاد العوينه ديال الحرير. اول حاجه كنبداو بها وهي الحبكه، غنشد بهاد الطريقه باش نغطيو هاد راسي الفنيته بالثوب. نشد هنا في الثوب، نرجع لهاد الخويط هذا، تنديرو جوج شدات كتعطينا هاد الخويط كنرجعو فيه لويه وحده على البره. نعاود نشد هنا، نرجع لهاد العوينه لويه وحده، نعاود نشد هنا، نرجع لهاد العوينه ونخدم فيها. نشد هنا، نرجع لهاد العوينه، نشد في الثوب، نرجع نشد هنا لويه وحده على البره، نجو الخيط نطلعو الفوق ونعاود نشد هنا. هذه هي الحبكه اخواتي. من الاحسن ديروا في هذا الدرس الحبكه، سهله في الحقيقه هذه الحبكه وتتعاوننا باش يجينا الدرس كله قياس واحد. وبالنسبه لهذا الدرس عندنا فيه العقيق، من الاحسن تجينا العقيقه فوق هاد الراند هذه، ما تجيناش في الثوب، وكنعرفوا حتى القياس اللي كنخليو لهذيك العقيقه. صافي غنبقى نخدم بهذه الطريقه هذه. بالنسبه لكم نتوما اخواتي دوروا معكم كامل وبهذاك الخيط اللي غدوروا به غتبداو الخدمه. انا غنخدم غير واحد شويه ونرجع باش نكمل معاكم. ملي كنبغيو نشدو في الثوب كنلوحو الخيط الفوق، المرة الثانية كنلوحو الخيط على يدنا اليسر وكنلويو هاد اللوية على البرا. صافي غنخدم واحد شوية اخواتي ونرجع ليكم. هانتوما اخواتي انا كملت هاد الخيط هذا بالحبكة. بالنسبة لكم انتوما دوروا الدورة كاملة وبهذاك الخيط اللي غادي تجيبو لهنا غتكملو به. المهم انا بغيت باش نكمل معاكم، انا وقفت بالخيط هنا غنركب خيط اخر. غنجي لهنا نشد في هاد العوينه الاولى، نهز هاد العوينه ديال الحرير، نعاود نجي لهنا نشد الشده الثانيه، غادي نركب عقيقه. بالنسبه لهاد العقيق راه النمره 4، بزاف ديال الاخوات تيبغيو بحال هكا يخدموا بهاد العقيق كبير. نخلي عوينه لهاد العقيقه ونشد هنا، نعاود نشد هنا الشدة الثانية، تتولي عندنا هنا هاد العوينة. صافي وغنبدا درسة ديال ثلاثة. هاد الشدة الثالثة راه محسوبة ديال هاد الدرسة هادي، غادي نلوي لوية وحدة على البرا، نخدمو هاد الدرس ديال الراندا، يعني كنلوي غير لوية وحدة. نرجع لهاد العوينة، نعاود نشد هنا، ندير الزياده تنبقاو نزيدو في هاد الهرم من هنا، ونخدم في هاد العوينه، نلوح الخيط الفوق وننزل مع هاد العوينات، ها وحده ها جوج، نعاود نشد هنا، ضروري نديرو الزياده ونشد في هاد العوينه، نعاود نخدم في هادي
صافي نلوح الخيط الفوق ونبدا نازله مع هاد العوينات. ها وحده جوج ها ثلاثه، نشد هنا الشده الاولى الشده الثانيه، تتكون عندنا هاد العوينه هنا، تتبقى لينا وحده هنا وحده هنا. صافي غنركب دابا عقيقه. ساهل اخواتي هذا الدرس والصراحه تيجي زوين. نخلي هاد العوينه للعقيقه ونشد هنا الشده الاولى الشده الثانيه، هنا غنبدا هرم جديد في الشده الثالثه، نرجع هنا في هاد العوينه نعود نخدم في هاد العوينه هنا، واخا نشدو ثلاثه الضربات راه هاد الشده الثالثه راه ديال هاد الهرم. حنا هنا بغينا يبقى لينا في الجنب ديال العقيقه عوينه هنا وعوينه هنا. صافي نعاود نشد هنا، نهز هاد العوينه ندير الزياده ونخدم هنا، نلوح الخيط الفوق وننزل مع هاد جوج عوينات. ها وحده ها جوج، نشد هنا ندير الزياده نخدم في هاد جوج عوينات. صافي نلوح الخيط الفوق وننزل مع هاد ثلاثه العوينات. المهم هذا تيتسمى الدرس ديال ثلاثه اولا الهرم ديال ثلاثه. صافي نشد هنا الشده الاولى الشده الثانيه، المهم تتكون لينا عوينه. غادي نركب عقيقه، نخلي عوينه ديال العقيقه ونشد هنا الشده الاولى الشده الثانيه، ها هي عوينه من هاد الجهه. غادي نشد عاوتاني هنا هاد الشده الثالثه، غنبدا فيها هرم جديد، نعاود نشد هنا ندير الزياده نخدم في هاد العوينه، ننزل مع هاد جوج عوينات، نشد هنا ندير الزياده، تيولو عندي في هاد السطر ثلاثه، نلوح الخيط الفوق وننزل مع هاد ثلاثه العوينات. هذه هي الطريقه اخواتي، راها ساهله. غادي نزيد نخدم واحد شويه بنفس الطريقه ونرجع لكم. هانتوما اخواتي هذا الدرس راه طلع وما كاينش الحرير بزاف، انا غير خيط واحد خدمت به هذا القياس كامل. بالنسبه لهنا اخواتي ملي تيتسالى الحرير راه غير ركبوا الحرير عادي وكملوا الخدمه ديالكم، فوق اخر ضربه ركبوا حرير اخر وكملوا. صافي غنجي دابا لهنا. بالنسبه عاوتاني الا كملتوا الدوره راه بنفس الحرير غتبقاو الدوره، اما هنا انا وقفت الخدمه هنا، غادي نركب خيط اخر. نجي لهنا الاول عوينه اللي هي هذه، غادي نركب فيها الحرير، نهز هاد العوينه ديال الحرير ونجي لهنا ندوز لهاد العوينه هذه، غادي نخلي الخيط مرخي قياس هاد العقيقه هذه ونرجع لهنا. خاص العقيقه تجينا وسط القوس. صافي غنلوح الخيط على يدي اليسار ونبدا نحبك. بغيتو تحسبوا اخواتي هاد الحبكه تحسبوهم، المهم ها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش اثناش. وخايبة لكم القوس عامر، حاولوا تزيروا هاد الحبكات وعمروا القوس مزيان باش يبقى واقف. هانتوما اخواتي دابا ما غندوش مباشره لهنا، الا خدمت هنا فمع الوقت كتولي هاد العقيقه كتخرج. هانتوما كيبقى القوس هنا والعقيقه كتجي لهنا لقدام، اولا شي مره كترجع حتى لهنا اللور. المهم ملي كنوصل لهنا غادي ندير الحبكه الاخرى، غنهز معايا هاد الخيط، هذا الخيط اللي فيه العقيقه، وزيروا هاد الحبكه مزيان. بهذه الطريقه اخواتي هاد العقيقه كتبقى هنا وسط القوس ما كتبقاش تخرج. صافي ونكملوا الخدمه عادي، غنجي لهنا هاد العوينه اللي شاده على الهرم. صافي ونجي للعوينه الاولى اللي في الهرم، نشد فيها نرجع لهاد الخيط اللي تكون ما بين هاد الضربه وهاد الضربه، وندير سنينه غنلوي جلويات على البره. بغيتو ديروا اخواتي سنينه عاديه ديروها، بغيتو ديروا سنينه مغلفه ديروها، المهم على حساب كل وحده وشنو كتبغي.
نعود نجي لهنا العوينة الثانية، نرجع لهذا الخيط اللي وجلويت على البرة، نجر الخيط الفوق، نرجع لهذا الخيط، هذا الخيط كنلوحوه الفوق، غنرجع هنا ونحبك هالسنينة الثانية. غنجيو لهنا العوينة الثالثة، هاد الهرم درناه ديال ثلاثة، بقات لينا هاد العوينة، غنشد فيها نجر الخيط الفوق ونرجع لهنا اللي وجلويت على البرة. دائما نبقاو نجروا الخيط الفوق باش يجيونا هاد السنينات واقفين. نرجع لهاد العوينة هادي ونحبك، غنزل دابا لهنا لهاد الجهة الاخرى بنفس الطريقة، اللي وجلويت على البرة في نفس العوينة ونحبك، نجي لهاد العوينة اللي بقات. المهم الهرم ديال ثلاثة تيجيونا فيه خمسة سنينات. غنرجع لهنا لوجلويت على البرة، نعود نرجع لنفس العوينة ونحبك بهذه الطريقة. صافي غنجي دابا لهنا نثبت هاد السنينات بحال هكا، ونجي لهاد العوينة ونجي لهنا عاوتاني، نرخي الخيط نخليه داير بالعقيقة ونرجع لهنا. هانتوما هنا تتكون لينا واحد العوينة، نرجع ليها وبنفس الطريقة أخواتي غنلوح الخيط على إيدي ونبقى نغلف، كنغلفو هاد القوس مزيان حتى كيعمر. بغيتو تحسبو حسبو، المهم هو هاد القوس يجي عامر باش كيجي واقف. بقاو تعمروا في القوس حتى يعمر مزيان، وملي تكملوا اخر حبكه ضروري هزوا فيها هذا الخيط هذا باش العقيقه ما كتبقاش تخرج من وسط القوس بحال هكا، وزيروا راه ما كتجيش باينه. صافي غنشد هنا وندوز الاول عوينه في الهرم، نشد فيها نرجع لهذا الخيط، نلوي جوج لويات على البره، نجر البرة الفوق صافي ونحبك. غنجي العوينة الثانية بنفس الطريقة أخواتي، غنبقى ندير السنينة، نجي لهاد العوينة اللي الفوق الوجلويات ونرجع لنفس العوينة ونحبك، نجي لهاد الجهة الأخرى نشد في العوينة الأولى، نرجع لهاد الخيط الوجلويات على البرة، نرجع لنفس العوينة ونحبك، كمل بنفس الطريقة. لاحظتوا أخواتي هذا الدرس راه ساهل وتيجي هكا زوين وفيه العقيق النمرة أربعة. بغيتوا تخدموه حتى بالعقيق النمرة ثلاثة راه تخدموه. صافي نشد هنا في هاد العوينة، نجي لهاد العوينة الأخرى اللي كاينة في هاد الجهة، الخيط نخليه داير بالعقيقة ونرجع لهنا. صافي نلوح الخيط على يدي اليسر ونبقى نحبك حتى يعمر القوس. صافي بالنسبه لهنا اخواتي انا ما كنبقاش نحسب في الحبكه، ولكن بالنسبه للاخوات المبتدئات باش يجيهم الدرس قياس واحد حسبوا، واش تحسبوا حسبوا، ما بغيتوش ديروا عينكم ميزانكم. صافي غنبقى نخدم في هذا القوس حتى يعمر مزيان. صافي ملي كنلقاو القوس مر اخر حبكه غادي نهزو معنا هاد الخيط هذا اللي فيه العقيقه باش العقيقه ما تبقاش تخرج لينا من وسط القوس. نتمنى اخواتي يكون واضح. صافي ونشد هنا وزيروا هاد الحبكه الاخرى، زيروها باش ما تجيش مرخيه. صافي اخواتي انتم هذا هو الدريس تيجي لهذا الشكل بنفس الطريقه. دابا غنكمل، غنجي للعوينه الاولى ندير سنينه، الثانيه الثالثه ننزل مع هذه الجهه الاخرى، وبنفس الطريقه كيف ما وريت لكم هنايا غتبقاو تخدموا حتى تكملوا الكم كامل اولا القب. انا بقيت كنخدم اخواتي بنفس الطريقه كيف ما وريت لكم حتى خدمت هذا الشويه هذا هو الدرس.
تيجي على هاد الشكل. الصراحه هذا الضرس ما كبير ما صغير، تيجي متوسط، فيها كل عقيق النمره 4، الحريره مخدوم بالحرير على 3 شعرات. هذا هو الدرس اخواتي ديال اليوم، نتمنى الفيديو يعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح. ما تنساوش اخواتي ضغطوا على زر الاعجاب، اللي ما مشاركش في القناه تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه، وحاولوا اخواتي تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر. وشكرا لكم، السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.